السلام عليكم ورحمة الله إخوان، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نأكتيفيو أن إكليراج أون كا دالارم. بزاف ديال الكليون كيطلب هاد القضية هادي، كيقول لك مثلا إلا ديكونشات ألارم خصني شي بروجيكتور يشعل ولا شي إكليراج يشعل ولا. طبعا غنستعملو ديك لي زون اللي هما بروغرامابل، لي سورتي بلوتو لي سورتي بروغرامابل. غادي نستخدم واحدة مثلا بروغرام لي لا سورتي بروغرام 4، بما انه يمكن يخدم لا سيرين اذا يمكن يخدم حتى واحد الرولي، ولكن خصنا نختارو الرولي ما يكونش كيكونسومي واحد لومبيراج اللي هو عالي شي شويه، لان ديجا كاين تما هذيك لي سورتي بروغرامابل عندهم تما ان ميكرو فوزيبل ديال ان امبير. اذا خصنا حنايا الرولي اللي غادي نديرو خصنا نحاولو الرولي يكون كيكونسومي اقل من 500 ملي امبير باغ اكزومبل. غالبا هاد لي رولي هادو ديال 12 فولت 12.4 كيكونو كيكونسومي واحد شويه، كيكونسومي تقريبا شي 500 ملي امبير ولا 400 ملي امبير. انا كنفضل نخدم بلي رولي صغارين مره بحال هاد الشكل هذا، هذا حتى ميني رولي، هذا كونسوماسيون ديالو تري فيب وما غادي يشكل حتى شي خطر على لا سونترال. شني الكونتاكت ديالو سي با ان كونتاكت كي فور، ولهذا ما نقدروش نالمونتي اون لوم ا بارتير دو هاد الرولي هذا. نقدروا هاد الرولي هذا ناكتيفي بيه باغ اكزومبل واحد مينيتري، اكتيفي لا مينيتري، حيت لا مينيتري هي اللي غادي تحمل لا بويسونس ديال ليكليراج. سا ديبون ديال ليكليراج، واش بروجيكتور جو دونك لا سونترال ديالنا. الرولي هو هذا كما كتشوفوا، الرولي صغير ما كيكونسومي تقريبا والو. هذا الغوج لورونج عندي كان اكسيتي لا بوبين ديال 12 فولت، وهذا البلو والبلو كونتاكت. دونك هذا باش اكسيتي لا بوبين البلوس والموا بلوس، قلنا غنستعملو لا سورتي لا سورتي بروغرام 4. انا غنعطيوه 0 فولت والبلوس غنعطيوه غنجيبوه من الاوكس، غنكومونديو حنا غنكومونديو 0 فولت هادي باش يبقى لنا الرولي اليتا دو غوبو دائما تان اون كادالار مع ديس اكسيتا باش ما تكونش عندنا كونسوماسيون على لا كارت. كيما هيدا نجيب دابا او نيفو بروغرام، ندخلو لمنيو انستالاتور، ندخلو لي سورتي، ندخلو بروغرام 4. اوكي اوبسيون اوكي، هنايا خصنا سيليكسيوني لا سيرين، سيليكسيوني لا سيرين، وهنايا نورمالمون كتكون هايدا كتكون مكوشي ان بيرسي بولاريتي، نحيدوها نعطيوها 0 فولت هايدا. اوكي ونمشيو للبروغرام الثاني اكتيفاسيون، عرفت هي هادي لما جبرتوها شي في الارمون بارتيسيون، لا جبرتوها مثلا في شي حاجه اخرى مكوشيه نعملو لها حنايا الارم اون بارتيسيون. صافي هادشي لي كاين، ندوزو نتيست. دابا نتيستيو بميتريكس هاد كونتاكت الرولي، خصو يكون اوفير على هيدا، نريكلو الملتيميت في كونتينيتي، نلاحظو مكاينش كونتاكت. دونك الرولي هي ديزيكسيتي ما خدامش دابا، يعني ما خدامش، ما كاينش شي كونسوماسيون على لا كارت. اون كاد الارم خصنا هاد الكونتاكت هذا يتشد، نديرو ان تيست، ندير ان تيست افيك ميتريكس. هو ارمين ديكلونشي هاد، لاحظتو كاين كونتاكت و سيرين ديكلونشي و كونتاكت كاين، ديزاكتيفيو
كونتاكت هو مشى. دابا عندنا هذا الكونتاكت هذا نقدروا نخدموا به اي حاجه، بمعنى عندنا كونتاكت الرولي نقدروا نخدموا به اي حاجه، ولكن سا ديبون ديال الكونسوماسيون ديال هذا الماتيريال اللي غنزيدو. اذا كان شي بروجيكتور كيكونسومي من الاحسن اكسيتيو بهذا الرولي هذا، اكسيتيو المينيوتري ما كتكونسومي ما عندهاش شي الكونسوماسيون بزاف على 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 الرولي. دابا ديرو ان بتيت اكزومبل افيك اون لامب دو 220 فولت. Bon, 220 volts. Contact de relais. Dites-toi comme un interrupteur. On est à 220 volts. On est à 220 volts. À 220 volts, il est branché. حقنا خص كنترد دو بالكم لان الكونتاكت ديال الريليس هنايا كاين عنده 120 فولت. ار بي سيستم ارمي ما كتشوفو يا بولا شعلت ديريكتومون.